السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا شكرا. إذا كنتم في مدينة أو قرية أو كذا ما تقطعوش الطريق إذا ما قطعتوش في الخطوط العريضة البيضاء. ولكن فين فرصة السياقة للأطفال؟ علاش أنت تبارك الله عرفتي سؤال اللي هو تيعرفوه معاك. هادي باش تبدا تسوق الدراجة ديالك إلا تتسوق صافي؟ وتحتفظ بها. ها هي نديرو فيها 600 ديالك. المعلل اللي كان قائد الكوكبة في الدراجة النارية من 8 اللي يتخدم هذه المهمة القانون السير يعني نطاق غير الغسل إذا غير الغصة نسلم الترقية صافي؟ يلا تفضل. أنا التصفيقات شعار العام مدي كان من أجل الحياة تودد ياك باش نستمر يعني من أجل الحياة إلى ما نستمر الحياة يعني خصنا تاخذ بزاف د الحوايج اللي بزاف د القوانين القواعد اللي تفترض باش هذا احترام قانون السير. ما معنى احترام قانون السير؟ شكون اللي غيجاوب لي هذا الجواب ديال احترام قانون السير؟ ما هو اللي غيجاوب؟ يلا مي كان احترام قانون السير العلاقات من اجل الحياه. ها مي كان احترام قانون السير العلاقات الشعار من اجل الحياه يعني من اجل تولد. نعم زيد تفضل اشكرك. الاسم نعيمه بيجي هذا جواب السؤال ميغان. ما معنى قانون السير؟ ما العلاقه الداخليه؟ اما من اجل الحياه الشعار الرصاص اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. تفضل. نطلع شجعوا صديقة ديالكم شجعوا شجعوا وفاق كتجاوب الشلحيت كتجاوب الشعر بحال بحال. يجب أن أولا أن نمر في ممر الواجبين. نعم نعم هذا داخل داخل في قانون السير. عزيزة جدا يعني جواب يعني موجود ميغا بداروس التخمين أقيو أقيو يعني الجواب اللي نسعى المدر أشوفو كان رسيد المدر يبدو الدرع أكيرا جزوبيا شعرات أكون أرسيد المدر داروسة تسميت. علاش؟ يلا يعني علامة التعجب راه كاينه شي حاجه تما ماشي هي هذيك. المهم اجي تعاود ثاني ندير واحد الجوده اش يدير جنبو اش يدير هذا القالب لقانون سير لماذا؟ نعم كي دو غرس انتي غدي غتقيستاش زندي شوف زندي اسكانو غرستي دار غير انك كلي غير زندي غير زديت معي وهذا الطابس اليمينك دار سميت اليسار فهمت غير ما تسكر انت غادي مزادي معاه هكا الطريق علاش ما كنمشيوش بالبيكا لا بحال هكا ما كنمشيوش حنا مزادي ها كره علاش واحد مورا واحد حسن جدا حسن جدا تربيه
نمشيو كامل في طرفنا. وتمشيو دفعة واحدة. وشي حاجة أخرى ثاني؟ وعلى إلا بغينا ندوزو من الطريق أشنو خاصنا نديرو؟ علي أن أنتظر حتى تتوقف السيارة. أها نعم. وإلا بغينا نقطعو، واش نقطعو من أي طريق؟ من أي بلاصة؟ لا أعبر من ممر الراجلين. حسن جدا، صفقوا عليها. أكون الزراين ينسينو غرز، ولكن يا الخطأ أنت تسكاري، يعني أتسمقو أنكي كداراكي. ما تلي قال؟ وقتنا وقتاتهم زنا غرز، عرفت العام هو غرز. مش كثير أنا مصفر ديما، كاينة ولا ما كاينة؟ ما يجي يقول لي السن ديما راه مصفر، راه تلعب العام هو غرز. يغنفاغو من دراسة زرنا الاوتو على تفهم رجال الدار كنكون تعاون في تخدم غرز اسولت لي بغو غرز ماشي واحد اللي كيتضرر من حوادث السير اللي كتسبب في الضحايا وانما كيتضرروا الناس بزاف ماشي واحد في الاسر التلاميذ يعني كتبقى واحد التلميذ بحالكم كيبقى يتيم كما مثلا وخيرو مثلا الحادثه اللي وقعت ذاك العام هنا قدام هذه المدرسه اللي كان مات فيها ذاك التلميذ اللي كان كيقرا معاك في المؤسسة وليه دابا مابقاش كرا تا هو بواحد المستوى دابا ديال خمس أو ست دابا ليه بهذ المناسبة بالرحمة وكما قلت لكم انتم محظوظين بزاف هاد المدرسة السنغال نموذج بالنسبة للسلامة الطرقية نديرها على الطريق الوطنية ومحظوظين كذلك بالتواجد الدائم ديال الدوريات ديال الجهودات اللي كيديروها مع التلاميذ باش يجنبوهم على الحوادث السير اللي كتوقع وحنا باختصار والتثمين لما قاله المساعد الاول وباقي الوطن الحاضر معنا اليوم في هذه الحصه كنتمنوا كناخذوا منكم انتم واحد انطلاقه كنقولوا بحال انطلاقه للتحسيس علاش انتم باقي واحد الكلام صغار باقي هما المستقبل انتم اللي غتوصلوا الرساله ديالنا الاباء ديالكم الاسر ديالكم الاصدقاء ديالكم اذا نتوما صغار في هذا العمر هذا البنيه الجسمانيه ديالكم صغيره كتكون واحد عرضه للخطر اكثر من اي شخص اللي هو شخص اخر لذلك غير كخلاصه لما سبق وما سبق ذكره انفا كنقولوا بان نتوما تلامذ صغار خاصكم تحترموا قانون السير وكنركزوا عليكم كرجالين. ياسين تفضل سي ياسين. كان صوري معاك على التصفيقات والفوتوغراف انا غنصورو ولا يصور. نشكركم على حضوركم الدائم. ترجع اخرى